جميلة اسماعيل، الإعلامية والسياسية والمناضلة تاريخها حافل بالكثير من المعارك، الكثير من التحديات اللي تعاملت معاها بكل قوة وبكل ثبات، وما خافتش يوم من الأيام أن هي تقول كلمة حق في وجه رئيس جائر أو سلطان جائر أو صاحب جاه أو قوة أو نفوذ. ولكن تبقى معركتها الأهم اليوم ضد اليأس، ضد الإحباط، في محاولة لإنقاذ حزب الدستور، للحفاظ على وحدة وحماس شباب حزب الدستور وأعضاء حزب الدستور، خاصة بعد استقالة مؤسس الحزب دكتور محمد البرادعي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية. سمعنا كتير من التصريحات المتفائلة، والحقيقة كانت بقدر جهد كبير جدا في حزب الدستور من جميلة اسماعيل وغيرها من الكوادر المهمة من سيدات ورجال وشباب وبنات الحزب، انه الحزب قادر النهاردة ان هو يخوض الانتخابات، ان هو قادر ان هو يحوز اغلبية. ولكن بنفاجئ اليوم ببعض الاخبار اللي بتتردد عن تفكير جميلة اسماعيل في الاستقالة، تقديم استقالتها كأمين التنظيم في حزب الدستور. إلى أي حد هذه الأخبار صحيحة؟ كيف هو حال الحزب بعد الأحداث المتلاحقة وأخرها استقالة الدكتور البرادعي؟ لماذا رفضت منصب وزيرة الشباب في حكومة الدكتور حازم الببلاوي؟ وغيرها من الأسئلة المتعلقة بالحزب والمتعلقة بمصر والمتعلقة بالمنطقة ووضعنا أيضا الدولي. هنطرح الأسئلة على الأستاذة جميلة اسماعيل. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا دينا، ومرسي على تقدمتك الجميلة. وأنا فاكرة يوم لما تقابلنا يوم 28، أنت كمان أخدت اختيار صعب جدا، وكان وقتها التمن غالي مش زي النهاردة. يعني اللي كان بيعمل 28 يناير 2011، اختيارك كان صعب والتمن كان كبير، لكن أخدتي يعني عملتي اختياراتك وأخدتي قرارك ونزلتي أنت وبنتك. أنا شفتك يومها، شفتك يوم. ولكن بنتكلم على جميلة اسماعيل، وبنتكلم على الوضع في حزب الدستور، وبنتكلم على مصر والأوضاع فيها. خلينا نبتدي من اللافت والأبرز. جميلة اسماعيل خلال فترة قليلة جدا قدرت بجهد كبير جدا تنظيمي متحمس لديه أمل ورغبة كبيرة جدا في أن يكون عندنا حزب سياسي قوي ليه قاعدة جماهيرية، أن يكون عندنا أماكن للحزب قوية في المحافظات وفي الأحياء وغيرها. ولكن نفاجأ بهذا الخبر، خبر عن الاستقالة. هل بالفعل جميلة اسماعيل بتفكر في الاستقالة من حزب الدستور؟ لا، أنا في الحقيقة والخبر ده مش صحيح. يعني احنا كلنا مرينا بلحظات فيها ارتباك وقلق كبير ومخاوف وكل شيء في الأسبوعين اللي فاتوا. وما بقول كلنا، بتكلم عن حزب كبير، بتكلم عن قواعد من آلاف الشباب، بتكلم عن تواجد في كل المحافظات والقرى والنجوع والمراكز، بتكلم عن الحزب اللي هو تقريبا الحزب المحتمل أو البديل الوحيد المحتمل للتيار اللي كان موجود في الحقيقة. فإحنا كلنا ترنحنا من القرار بتاع الدكتور محمد البرادعي. طب اسمحي لي، يعني ازاي تلقيتم القرار؟ وهل كان مفاجأة ليكم كلكم، لم يبلغكم بأي أو لم يمهد حتى ليكم دكتور البرادعي؟ هو دكتور محمد البرادعي يعني لما انتقل لهذا المنصب يعني كان الطبيعي انه يقوم بتجميد عضويته، وده اللي حصل. كان في كلام حوالين استقاله، لكن الاعضاء كلهم طلبوه انه هو يعني يبقى فقط في تجميد على اساس انه يبقي علاقته بالحزب تفضل موجوده. وبعدين انتقل لهذا المنصب، واحنا كلنا في الحقيقه كنا في البدايه متخوفين من الخطوه دي. كتير من الاعضاء كانوا ضد فكره انه الدكتور محمد البرادعي يبقى موجود في هذا المنصب، كانوا حابين ان هو يبقى الرمز او الايقونه او يعني حابين ان هو يبقى في هذا المكان اللي هو ممكن يدلي برأيه، ممكن يقول نصيحة ما، ممكن يرشد، ممكن يوجه، لكن مش في منصب رسمي. فده كان في الحقيقة برضو مثير للجدل في الأول، لكن مصر كانت الأهم. بنتكلم على
حكومة ونظام كان هيكون هو الأهم في نقل مصر من مرحلة حرجة جدا لمرحلة تانية. وبالتالي كلنا طبعا يعني شجعنا هذا القرار واكتفينا بأن احنا بنتابع وبنشاهد الدكتور محمد البرادعي في أداءاته لمهامه وكذا. وأعتقد أنه ما كانش في حد على اتصال به منذ فترة توليه، وحتى خبر الاستقالة اللي احنا كلنا عرفناه من الإعلام. السفر كمان عرفناه من الإعلام، وأنا أصدرت البيان بيان باسمي في الحقيقة بعد السفر، لأن أنا كنت ما زلت عندي أمل في فكرة أنه نقعد نشرح نقول كان إيه الأسباب، يعني اختيار التوقيت، طب اللي جاي فيه ايه، بكرة فيه ايه. يعني ففكرة السفر كانت كمان بالنسبة لي وبالنسبة للكثيرين مربكة تماما. ومع ذلك مربكة احنا قررنا. صادمة يعني، هل اتصدمتي بشكل شخصي؟ هل اتصدمتوا بشكل؟ لا لا، ما اعتقدش كان في صدمة بالمعنى. لان احنا في الحقيقة كنا قدرنا عبر الشهور الستة اللي فاتوا بنبدأ نشتغل على الحزب بشكل مؤسسي، بنعيد تنظيمه وهيكلته، ويعني فض الاعتصامات اللي كانت موجودة والمشكلات والتعامل مع هذه الأمور كلنا بشكل مؤسسي. يعني مجموعة كبيرة من المتورطين كانوا في هذا العمل، وبالتالي الدكتور محمد برادعي كان بعيد عن الحزب لفترة طويلة. يعني اللي فضل النهاردة إيه أستاذة دينا؟ اللي فضل النهاردة حاجة واحدة، اللي هي الاختلاف مع الموقف، ربما توقيته، ربما أسبابه، والاحترام. احنا عندنا حاجتين لحد النهاردة وبكرة والسنين اللي جاية هيفضلوا يجمعوا بيننا وبين الدكتور محمد البرادعي في حزب الدستور، على الرغم من الشباب وبين الدكتور محمد الحملة البرادعي الواسعة اللي بتشن مؤخرا على دكتور البرادعي ومحاولة تشويهه والحديث على انه عضو في مؤامرة خارجية وانه عمل يرقى الى مرتبة الخيانة، وبالفعل قدمت الدعوة ورفعت دعوة ضده لخيانة الأمانة، ويعني حدد موعد لنظرها قريبا، على الرغم من كل هذه الأمور. شوفي أنا هرجع وأقول لحضرتك أنه إحنا يبقى بيننا وبين الدكتور محمد البرادعي احترام لموقفه ودوره في يوم من الأيام، واختلاف حول الموقف وربما حول التوقيت وربما الأسباب، يعني احترام واختلاف. ونقطع السطر في موضوع الدكتور محمد البرادعي. ولكن هل انقطع اتصال الدكتور البرادعي بحزب الدستور تماما؟ يعني هو أنا في الحقيقة يعني أنا ما حصلش بيني وبينه اتصال مباشر، وما توقعتش إن ده يحصل، لكن بالتأكيد الفترة اللي جاية هيبقى فيه شكل من أشكال التبرير أو شكل من أشكال الشرح أو التوضيح أو أي خطاب ما بيتقال علشان نفهم ليه دكتور برادعي كان يعني اختيار إنه الدور ينتهي بهذه السرعة. يعني أنا هنا مش بتكلم بقى عن السبب اللي اتحط قدامنا وكذا، لأنه أنا في الحقيقة مؤمنة أنه المحاولات السياسية لم تكن كاملة، والمحاولات السياسية لم تكن كافية، وأنه ربما يكون الدكتور محمد البرادعي تعامل مع الموضوع باعتباره موظف دولي، وباعتبار أن ده تفاوض دولي بين طرفين هما في الحقيقة ما كانوش طرفين. بتكلم على مجتمع كان بيواجه يعني عنف شديد وإقصاء، ووصل إلى إرهاب في مرحلة لاحقة من جماعة كانت مصرة أن هي تاخد المجتمع والوطن والبلد لهوية مختلفة. مش طرفين زي ما كان الدكتور البرادعي بيتعامل معها، بس في كل الأحوال حيبقى الاختلاف والاحترام. إزاي تأثرتم وقع ده على حزب الدستور؟ يعني كانت هناك بعض من الاستقالات المسببة يعني وبناء على هذا الموقف وهذا القرار، كم الخلافات اللي حصلت، يعني إزاي حجم الأثر السلبي اللي وقع على الحزب؟ محنة كبيرة كانت، محنة كبيرة. ليه؟ لأنه هل انتهت أم مازالت مستمرة؟ أعتقد أن احنا بدأنا نتجاوزها، لأنه يعني فكرة الاستقالات هي في الحقيقة كانت عملية إعلامية أكتر منها حقيقية. يعني احنا بنتكلم على موقع إعلامي شهير تبنى أي وضخم وفبرك أخبار تخص استقالات جماعية من حزب الدستور ملهاش أي أساس من الصحة في الحقيقة، وإحنا هنتخذ إجراءاتنا القانونية ضده. عن حرب
رهيبة جدا، وإرهاب معنوي للأعضاء كان بيتم في الشارع. يعني فكرة أنه الأعضاء مثلا في العمل الجماهيري بينزلوا علشان يشتغلوا عشان يتكلموا في المحافظات أو أيا كان، فيفاجئوا أنه في حالة من حالة الإرهاب المعنوي اللي جايز أنت بتتعرضي ليها وجايز غيرنا كثير بيتعرضوا ليها وإحنا ياما تعرضنا ليها. بس هي الفكرة في إيه؟ أنك لما تيجي تتعرضي النهاردة الإرهاب من النوع ده بعد ثورة 25 يناير وبعد كمان 30 يونيو، فده بيبقى كبير. يعني أعتقد أن الإرهاب المعنوي والفكري يعني زي الإرهاب المعنوي يعني بيتمثل يعني في إيه؟ هل كلام التخوين والطابور الخامس والسادس والسابع والكلام؟ بس الله ينور عليك، الله ينور عليك. يعني إحنا ياما عشنا هذه المراحل، وعلشان كده أنا واثقة أنه شبابنا هيعدي ده، واثقة أن الحزب هيعدي ده، ومش بس الحزب، حزب الدستور، واثقة أن التيار المدني كله هيعدي ده. طيب اسمحي لي، هنعدي ده إن شاء الله، ولكن مين اللي ورا ده؟ يعني البعض يتحدث عن، يعني أستاذنا حمدي أنديل امبارح كان بيتكلم عن بعض الخلايا المباركية النائمة في الإعلام التي بدأت تشن هجوم و يعني تستخدم الإرهاب المعنوي ويعني اللي وصفتيه. هل بالفعل بعض الخلايا النائمة اللي بتحلم أو بتتوهم بإمكانية العودة إلى ما قبل 25 يناير؟ أنا ولا مش معنية في الحقيقة لا باللي قاله الأستاذ حمدي أنديل ولا بتحليل مين. لأنه لو دخلنا في ده ممكن نلاقي أطراف كتيرة جدا متورطة في ده، أطراف من اللي عايزة ترجعنا تاني لما هو خلف أو قبل 25 يناير. اللي مش هيحصل يعني بالمناسبة الإفراج عن مبارك وخروج مبارك لا يعني أن ثورة 25 انتهت، ولا يعني أن الثورة فشلت. الثورة ما قامتش علشان مبارك يتحبس، ولا علشان يعني مبارك يظل في السجن أو خلف القضبة. الثورة ما قامت ومش هتنتهي ومش هتخلص عند ده. في أطراف كتيرة ممكن تبقى حابة وعندها رغبة انها ترجعنا تاني لما قبل ثورة 25، انها تحط هذه الضغوط اللي هي في الحقيقة اصبحت عبء على تيار يعني واسع جدا وكبير قام ب 30 يونيو. وفي الجزء ده في الحقيقة عايزة انبه جدا الحكومة بقى متمثلة في الدكتور حازم وفي الدكتور زياد بهاء الدين اللي شفت لهم امبارح لقاء في الحقيقة رائع، والدكتور حسام عيسى وايضا الفريق السيسي، باعتبار ان احنا النهاردة عندنا دفاع، عندنا حكومة يعني وعندنا رئاسة. يعني يجب يعني على الثلاث يعني أطراف دول إن هم يبقوا عارفين كويس قوي إنهم لابد وبشكل سريع يتخففوا من أعباء 30 يونيو. يعني يتخففوا بقى من زي من بقى من كل اللي هم بيحاولوا إنهم يعيدوا تاني إنتاج الماضي، من كل اللي هم بيحاولوا يعني يصعدوا على يعني وكأن هذه أو يعني هؤلاء الثلاثة يعني حيشلوهم بعوامة يعدوهم من مرحلة كانوا موجودين فيها قبل 30 لبعدها علشان يخرجوا مرة أخرى. يعني أي حد بيفكر أنه ممكن تاني يرجعنا لورا أعتقد أنه واهم وهم. أي حد هيفكر أنه يعيد تاني إنتاج الاستبداد بأي شكل من أشكاله، أي صورة من صوره، الفاشية بأنواعها برضو هو وهم. كانوا بقى زي ما حضرتك كده كنت بتشيري رموز من النظام السابق، كانوا أيا كان، حتى أمريكا بكل ابتزازها بكل الممارسات اللي قامت بيها عبر الشهور الأخيرة علشان تكمل الموديل اللي هي رسماه ومصر عليه واحنا بنتكلم مع جميلة اسماعيل دلوقتي بنتكلم مع جميلة اسماعيل السياسية والحزبية أمينة التنظيم في حزب الدستور، ولكن ماذا عن الإعلامية جميلة اسماعيل؟ ازاي شايفة المشهد الإعلامي وتحديدا بعد 30 يونيو؟ هل في مشاهد جديدة؟ هل في ظواهر جديدة؟ هل في موضات جديدة؟ هل في نبرات جديدة؟ وازاي نتعامل معها؟ هل هتستمر؟ هل هتنضبط؟ هل هتقف؟ هل هيكون في حاجة لتفعيل الميثاق، ميثاق الشرف الإعلامي الآن للحفاظ على البلد من خطر خطاب إعلامي متواجد الآن؟ ده اللي هنطرحه على الأستاذة جميلة اسماعيل ولكن بعد الفاصل.